يعمل في العين عشان تطفي العين وكده. حاجه من الاثنين بالظبط، يقلل السكريشن يعمل ايه؟ يزود الدرينج. كان الدكتور نبيل ربنا يسيبه الخير استاذنا كلنا في الجلوكوما قال لي هذا بيشبه لنا الجلوكوما دي عامله زي حوض وانت فاتح الحنفيه زياده في الميه تجمعها، عاوز الميه ما تتجمعش تعمل حاجه من الاثنين، تقفل الحنفيه سوري في الكلمه تسلك الفتحه ماشي؟ فالتريتمنت كله هنتكلم على ميديكال على ليزر على سيرجري عن طريق فوق اربع اسطول، يا بقلل الدرينج يا بقلل السكريشن يا بزود الدرينج. رغم ان السكريشن ممكن يبقى نقطه بس لما اقلله زياده راح احافظ على الانتروبيك بريشر كويس. المين ثيرابي عندنا اللي هو الميديكال ثيرابي. يعني انجل كلوجر اهم حاجه ان انا اعمل اي ريزلت. تكون انت الجلوكوما لما تاخدوها بكره هتشتغل انت مين سيرجري. هنا في البرايمري اوبن انجل جلوكوما مين ميديكال. ليه ببدا ميديكال بكل العيال؟ اولا موست بيشنتس ار ايزي تو تريت. زمان اللي بنشتغل كانش عندنا غير واحد اسمه فايد بتاعنا. بعدين ابتدى نزل فيه تدرج. دلوقتي عندي زي حواليكم مجموعه دراجز كتيره كل يوم بتنزل دراجز كتيره. فعندي وضع العينين اقدر اعمل لهم كنترول ميديكال. تاني حاجه السايد سيريس مفيش دراج طبعا ملوش سايد افكتس. المشكله اللي عندنا في مصر سايد البلد الوحيده اللي بتاكل بتاعت الدواء بتحطها يبقى السايد افكتس بتاعتها في سايد افكتس، بس لو اي واحد مثلا جاب كورس اسبرين وعرض السايد افكتس بتاعته مش عارف. كوبري الباتسر وهيموريتش وسكوب ويلي. فالسايد افكتس موجوده بطريقه. السيريا سايد افكتس اوريدي. لكن السايد افكتس الكومن ار يوجوالي تولر عاده بيستحملها ولو ما استحملهاش المريض توقفه الدراك ممكن تبقى ايه بس. يعني كمثال مثلا البيتا بلوكرز احيانا بتعمل زي اسد. واحد شاب عنده 30 سنه وبيلعب رياضه وبيدو بيتا بلوكرز مش قادر يلعب رياضه. هو اتفاله هيرجع نوم. يبقى عشان كده ميديكال تريتمنت از ذا مين تريتمنت وعرفنا بس. الدرامز بتشتغل عن طريق حاجتين زي ما قلنا. بتقلل الانفورميشن اكوس زي البيتا بلوكرز. دي اعترض طبعا نان سبيسيفيك او سبيسيفيك او كربونيك او ادريسنج انهبيتور اللي هو المشهور في اسمه الفارماكولوجي اسيتازون وايت. منه توبيكال اطرا ومنه سيستميك. السيستميك طبعا السايد افكتس بتاعته جامده قوي ما اقدرش اديها لفتره قليله. يبقى اقلل الاكتس عن طريق بيتا بلوكرز او كربونيك هيدريس. اول حل ثاني معنى انا ازود الفيتش او ازود الارض. مجموعه دراجز اللي هي تقريبا بقت نمره واحد دلوقتي في الديتم اللي بيكون اسمها بروستا جلاندز. البروستا جلاندز دي لو تفتكروا في اول المحاضره احنا عندنا قلنا عندنا اثنين او اللي هم ايه وايه؟ فبيكلر ويوكس دي بتشتغل على ويوكس كلير. بروستا جلاندز بتزود اليوكس كلير او الفلو او في حاجه اسمها ادرينرجيك اجونيس او الدراج القديم بتاعنا بارموباربين دول بيزودوا الفابيكلر او الفلو. يبقى ده ميديكال تشيك يا اما نقص بهذا الفونديشن او لا. الحاجه الوحيده اللي بتتقال اللي هي التوبيكال كربونيك انالايز انهبيتورز بتزود البلاد سبلاي بتوقف الفيس بس توب 100%. لكن انا بديها اساسا عشان توقف التوب بريشر. طب امتى اقول بقى الميديكال تكنيك خلاص كفايه وادخل للخطوه اللي بعدها؟ ابتدى يحصل بروجريشن للديزيز. اساسا ما وضحوش التوب بريشر. ممكن موضحوش. او موضحوش للدرجه اللي انا عاوزها. البريشر 20 والميديكال تريتمنت ماكسيمم ميديكال تريتمنت بينزلوا 15 والسبايك كده بيحصل بروجريشن انا عاوز اوطيه زياده. يبقى يا اما موضحوش التوب بريشر او موضحوش للدرجه الكافيه او
السايد افكتس العيان مش تستحملها. البروستاجلاندينز دي فيها عيب ان هي توبيكال، ممكن لو واحد عينه فاتحه بتدمقها، ممكن تعمل بيجمنتيشن تحت السكين، ممكن تطول اللاشز رغم ان دي ما تعتبرش عيب. فقط دلوقتي في زي بالنسبه للليجز لدرجه ان هم الدرج الوصلي يطلع عامل منه مرهم عشان يطول لاشز. لكن لو العيان ما استحملش دراجز ميديكال تريتمنت خلاص. كل دي اسباب اهم سبب في اللي ممكن يسبب كده. مش 18 او 19 كفايه او العيان مش مستحمل سايد افكتس. حد فيكم بقى حط اطراف؟ مين حط اطراف؟ عشان ايه؟ كونجكتيفايتس ولا الرجي مثلا؟ نعم؟ بتحط لوبريكان؟ لا، اللوبريكان دي بتحس بفايدته، بيريح لك عينك من فضله، لا، وقع حطيت عشان نعم؟ لا دي موضوع انا بتكلم عن حاجه سيمبلر، واحد سيمبلر وبرضه انت حواليك، حط كم مره؟ مرتين، طب بيني وبينك بفضله مره في الاسبوع. وش اسمكم؟ ده العادي. فانت لو اي واحد فيكم جرب عادي اللي بتتجرب، لو واحد حط دكتور قال له عندك كونجكتيفايتس او الرجي حساسيه وحط القطره دي ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوعين. اتحدى لو حد كمل الثلاث مرات لمده اسبوعين. تيجي بقى انت العيان الكلاسيك بتاع بارن روبن عندي الجلوكوما اللي هو فوق 60 سنه، ممكن يبقى دايابيتك، ممكن يبقى هايبرتنسي، ممكن يبقى كارديك، ممكن يبقى 10 انواع اقراص. وبعدين اقول له خد الثلاث قطرات دي، في 8 الصبح و8 بالليل، ودي 9 الصبح و9 بالليل، ودي 10 بالليل. ديفنتلي مش هيبقى. والدكتور اهو برضه عارف ان الكومبلاينس ودي حاجه طبيعيه. مش مثلا اقول يعني زمان كنت افتكر اقول لعيب لا ده انت مهم انت كذا، لا طبيعيه. ما هو المشكله ان هو مشكله العيب علاج يقول بيحط لوبريكت لما بيحس براينس بيحط نقطه عينه بتستريح. عيان بقى بتاع برايمري ممكن انجي بيكون هو ايرلي مفيش حاجه خالص، واقول له حط القطرات دي والقطرات تحمر له عينه وتعمل له دراينس وتعمل له لهجان وتعمل له ما بيحسش بالميديت ادفانتج. فدي مشكله عاده واللي بيحصل في فيري كومن. الكلام ده مثلا مش في مصر، في العالم كله وناس هاي اديوكيتد. لما يجي بيشنت انا اديته عطرتين والستيلو بريشر لقيته كويس، قلت له كمل عليه وتعالى بعد سنه. البيشنت طبعا هيصحي وبرضه زميلنا هنا يقول لها قبل ما تروح للدكتور بتلتزم ولا لا؟ قبل ما عايز الدكتور عشان تروح الضغط بتلتزم ولا لا؟ برضه لا انت ما تخافش من الدكاتره، لكن عاده معظم البيشنتس عادي جدا قبل ما يروح الدكتور باسبوعين ثلاثه هيحط القطر بانتظام عشان يقول الدكتور ما يقوليش حاجه ويتبسط. وعرفت عشان يحل الترشيح اللي طاحه من الدكتور يقول انا استفدت بيها. فبيجي لك العيان لقيت البريشر كويس، تيجي تعمل له فيجوال فيت لقيته بريست، تيجي تعمل له تبص على الاوبتيك ديسك تلاقيه الكوبي زيت. هتسال العيان وبرضه مش مسلمين ان هينزل لنا شجاع، لكن انت عايز اول ما تسال العيان هتقول انت ما تحطش قطر ليه هيعمل ايه؟ ديفنس ميكانيزم هيحلفك والله العظيم بحطه ما بفوتش، في حاجه رياكشن طبيعي. فانت عشان تعرف لا يعني زي ما انا قلت للدكتور هنا انا هو كان هيقول من غير اي حاجه. طب انت بتفوت كم مره؟ مره في الاسبوع هيبتسم نص ابتسامه، مرتين كذا، تقدر تعرف بالظبط ان المشكله مشكله كومبلكس. لان انت لو عدت عليك النقطه دي انت وطيت البريشر ل 14 ماشي؟ ولقيت بيحصل لك بريشر. لو العيان ملتزم يبقى خطر ولا انا اوطي البريشر ايه؟ اكتر من كده هتكتب له قطره ثانيه. كل ما تزيد عدد القطرات كل ما الكومبلاينس بيبقى اوحش. فمهم قوي الكومبلاينس، لقيت ان الكومبلاينس وحش يطول يبقى ادخل على الستيب اللي بعده. الستيب اللي بعدها ليزر ثيرابي. زي ما قلنا الميديسن في حاجات بتقلل الانفليشن، في حاجات بتزود الدرينج، الليزر برضه كده في السيرجن. الليزر اللي انا بعمله عشان اقلل ازود الدرينج حاجه اسمها ترابيكولو بلاستي. حاجه اسمها ارض ليزر، دلوقتي حاجه جديده اسمها سيلكتيف ليزر ترابيكولو بلاستي. فكرتها ببساطة إن أنا بضرب ليزر بطريقة معينة بعملها للمشهور، ما بعملش فتحات، لأن لو عملت فتحات هتقلق. عن طريق ميكانيزم مختلفة بزود الأوتبوت، يبقى دي اسمها إيه؟ ليزر فابريكولوباسي. السيلكتيف ليزر فابريكولوباسي دي حاليا ممكن تبقى إيشيال تكنيك بعملها للعيانين
لها ميزه ولها عيب. ميزتها ملهاش خالص اي سايد افكتس. السكسس ريت مثلا 70-80% من العيانين بيحصل لهم لور اوف بريشر بس نوت لاست، بيقعد سنه او سنتين وبعد كده بتيجي يعلى تاني. ممكن اعيدها مره ومرتين وممكن ارجع ميديكال تريتمنت. مش فاهم ليه طبيعه العيان ماتش يقول له كده يقول لك طب انا هبدا بالميديكال تريتمنت الاول. ايه ميزه ان انا عملت سلكت الميزه ده في البصري ووطيت البريشر سنتين؟ لا بتكلم ايه ميزتها؟ ميزتها ان العيان قعد سنتين من غير ما يحط رقص مفيش سايد افكتس بتاعت الرقص دي حتى لو احتاجها بعد كده ما قدرتش استخدامها سنه او سنتين. برايس وايز تمن دي تمن الاطراف اللي هتسافر سنه سنتين هي تمن. فبعض العيانين اتس جود تشويس تو ستارت كده. لكن معظم الناس سلكت الليزر بتاعت الرقص دي ميد واي ما بين ميديسن ما نفعش نتيجه الكومبلاينس سايد افكتس وات ايفر بعمل دي قبل ما اخش على السيرشن. برضه على كلام العيانين وارجع بعمل عمليه مره واحده بس. الناس بتتكلم نيجي بعد كده بقى السيرشن. لو تلاحظوا انا اتكلمت في الليزر هنا اللي بيزود الدرينج ولا بيقلل الفورميشن؟ بيزود الدرينج. عشان اقلل الفورميشن بالليزر او بالسيرجري دي تبقى ديستركتيف بروسيدير يبقى لما بلجا لها كاخر حاجه. لكن الحل ان انا بعمل اوبريشن حاجه اسمها فيلتري اوبريشن. هو الاكوس طبيعي يعدي عن طريق الفابريكولا الشرطه او الليوكوسكيرا بينز لغايه ما يوصل للفيلتر. سبتنجنت بايبسيس طب انا اعمل فتحه من الانتيريو تشامبر على سبتنجنت بايبس بيس اوصل الاكوس تايت مظبوط؟ فانا لو جيت فتحت الكونجنتايفا وعملت انسيجن عملت فتحه هيحصل ايه تاني يوم؟ ربنا خلق الانسان لاي مين لازم يحصل له ايه؟ وكل ما يكون اصغر كل ما يكون الجيل اصغر عشان كده عمليات الرطوبه في الصغيرين اصعب من خلاص؟ فكان بيعمل بقى فول سيكنس اوبريشن لا ما بيعملش انسيجن لا يشيل الحته دي يروح جاي فاتح الكونجنتايفا شايل حته من السكيرم عن طريق ريفاين عن طريق حاجه يروح قاعد في الكونجنتايفا يبقى هنا عمل زي الكوميونيكيشن بين الانتيريو تشامبر والسب كونجنتال اساس. عيب الفود سيكس اوبريشن هي اتبطلت عشان كده. لا ممكن اعمل اي تاني مش نايس. اكوس طالع مفيش اي ريستكشن بروف هيحصل ايه في الاكس؟ هيحط نمره واحد اللي اخطر من كده اي كونجنتيفايتس انفكشن هيروح داخل عمليه عامل ايه؟ فالفود سيكس فيلتر اوبريشن بعد كده في حاجه بقى اسمها تابيكيلكتومي. في حاجه اسمها بينتريتنج ونون بينتريتنج. بينتريتنج تابيكيلكتومي دي عملها واحد اسمه واتسون سنه 70 وستيل ات از اوبريشن اوف تشويس في البلد لحد النهارده 2011 في اي سيشن في اي مؤتمر بيتكلم عن السيرجري كل يوم والتاني بيطلع سيرجري جديد عشان يقول العمليه دي كويسه بيعمل ايه؟ بيقارنها بالتابيكيلكتومي. بس ستيل ات از ستاندرد اوبريشن ولو في واحد حضرتك في الفيديو ده هتبتدي تسويها. عيب التابيكيلكتومي ان برضه زي اي سيرش ممكن يحصل ايه؟ فايند روزز وتقفل. عشان كده عشان اقلل الاحتمال ده بعمل بستخدم معاها حاجه اسمها انتي ميتابولايتس اللي هي البلاكس اللي بستخدمها فور تريتنج كانسر. بدوزز معينه بحطها بتعمل دامج للفايند واتس في المنطقه دي ما يحصلش ايه. انت لو عملت تابيكيلكتومي وفيت جيت عملت اراسه تابيكيلكتومي وفيت حصل عندي فايبروزس انا بشتغل دايما في الابر هاف عشان كفر في الايه؟ في المنطقه دي كلها فبعمل العيان اللي بعد كده اخش على الستيب اللي بعد كده اللي هي اسمها درينج ديباس. في مجموعه بابس اشهر واحد عندنا هنا في مصر يمكن الوحيد الموجود اسمه احمد بني. اسم احمد ده مش مصري عمله ده راجل هندي بيشتغل في امريكا وعنده شركه كبيره للبابس والبابس ده يعني امريكا بيشتغلوه في اوروبا بيشتغلوا في واحد تاني اسمه فيلم لكن احمد ده فيري بوينت. فكره البلد ده دلوقتي انا بقعد بعمل دامج الاكوس من ايه؟ من الانتيريو شامبل على فين؟ صح كل شيء في المسكس طب الابر هاف كله حصل فيه فايبروز فالبلد ده فكرته حضرتك بصوره اللي هو عباره عن تيوب بتخش في الانتيريو شامبل وتمشي وتوصلها بالبيت البيت ده بقى ثابت ورا عند الاكويتر يعني الدريمج والاكوس هيطلع ورا بعيد عن حته عملت التابيكيلكتومي مرة، عملت التابيكيلكتومي مرتين، عملت أحمد بلد أو مرتبة نوع بلد وكل ده بيفيد.
وانت مش هل ايه؟ Cyclo-destructive procedure. انا اقل بقى information. زمان كان في حاجة اسمها Cyclo-destructive ما تستخدمش خالص. دلوقتي عن طريقة حاجتين. Cyclo-cryo-therapy على التبريد. Cyclo يعني ايه؟ Serial Inversion. Cryo يعني التبريد. علاج. او Cyclo-photocoagulation. Cyclo اللي هو Serial Inversion. Photo مقصود بيها ليزر وممكن يكون كده ليزر. Coagulation بعمل دامج للسيريال بودي على التبريد. طبعا المور كنترول اللي بيبقى عن طريق الليزر لان انا بقدر اعمل كواليتيتيف دامج ما بقتش دامج وكده. انا عملت دامج زياده للسيريال بودي هيحصل ايه؟ هيقف الاكل هيحصل ايه كده؟ عشان كده دي ما بدلهاش اخر حاجه بعد ما اكرر كل حاجه. يعني بدي ميديكال تريتمنت. بدي ميديكال تريتمنت ما عملتش سيرجري مره قبل ما عملتش سيرجري مره ثانيه. أدي ميديكال تريتمنت مع السيرش مفيش فايدة. أعمل بارد مفيش فايدة. أدي ميديكال تريتمنت مع البارد مفيش فايدة. يبقى مضطر سايكل ستاكتيف بروسيجر. في الدقيقتين كده قاعدين نشوف فبيخليكم فكرة التوبيكليكتني أنا بفتح الكونشن فايبر